خير. هذا فيديو جديد ان شاء الله، فلوق جديد، غنوريكم هادشي اللي الطبقات جديد ديال كورونا، ديال القهاوي يشدو وداكشي، داك قهاوي ومطاعم وداكشي. نوريكم السادة عشية كلشي رجل، كلشي يشد. المهم انتم خليكم معايا في الفيديو. دابا نوريكم دارت السادة عشية، خرج نشوفوا الزنقة كي دايره بعد داك الخبر ديال كلشي يشد مع السادة العشية. وما مازالين شي محلات داك المحالب وداك الشيء مازالين حالين، مال الروايات الميكانيكات كلشي حال الا القهوة. القهوة العالم شحال مع قهوي شادين، مع دابا حنطنا فيها واحد جوج قهوات نوريهم لكم. انتم لا طيران يا طير ولا وحشاني يا سير. هاي الطوموبيلات اللي كاين على القهوه شاده كيتجمعوا فيها الناس. امين امين. انت واحد الدريري خدام في المحل ديال الحلاقه حتى هو شدو على النفس، جوامع كلشي شاد. دابا انا يلاه وريتكم دابا داك القهوه وداك قهوه ثانيه. دابا تلاقيت واحد السيد قلت له راه عندي واحد الايفون 6 راه تحرقات له الباتري. قلت له شوف لنا تبدلها، قال لي سير جيبوا لي واجي نبدل لك الباتري. المهم هادي شهر وانا ذاك التليفون هو بلونطي عندي في الدار غير محطوط. المهم دابا نديلو يصوبو لنا ونشوفو واش من الباتري ولا من حاجه واحده اخرى. قال لي راه عندي باتري دوريجين ولا باتري دوريجين. قال لي سير جيبو واجي نصوبو. المهم تا كلشي دابا شاد، دابا ما بقات حتى حاجه حل، دي ريستورون كاملين شادين. بلا ندير لي غاز الكمامة على وقايته خير من العلاج. حنا اللي باقيين دايرين حتى حاجة اخويا. من الفيروس دير من الكورونا دير الويغلز. كمل على خير كاخ، كمل البرك على الواحد. شد الباب هذا هو التليفون اللي نديو. صباح الخير، نتمنى تكون على خير. بخير اليوم هذا النهار الثاني ديال الشدان ديالهم، نشوفو هما واش حالين ولا شادين. المهم كنخرج من هنا كل صباح نمشيو نتقهوى ونشوفو واش القهوة حالة ولا شادة. القهوة حالة ولكن المهم القهوة كتعطيها الامبورتي، ما كاينش الكلاس. العالم دابا حال ولكن هي الامبورتي. دابا انا يلا مشينا عند داك مول التليفونات، جبنا التليفون جبتو صوبو لي صوب لي الباتري. المهم يديباني يوقسو صافي عاوتاني غادا نديرو لي زابيل وكدا وغادا نخليوه للفلوغر. واحد يفلوغي بيه واحد هو داك صوبت له باتري دوريجين. هادي شي 9:30 ديال الليل، الدنيا خاوية، ما كاين ما يتشاف، كلشي شاد، كل الحوان شادين. السويقة اللي حدانا شدات براسها سدات صافي. يعني قال لك غدا ان شاء الله التجمعات على هكا ديال اللي كيوقفوا في راس الدرب وداك الشيء ما يبقاوش. المهم كلشي. المهم اليوم نضربوا دويره مع واحد الدراري في المواتر. صونا عليا الدري قال لي واش خرجت تسركل معنا بالموتور. قلت له صافي نخرج معاكم نسركل. يلا المهم انا نخليكم معنا فاش نخرجوا الزنقه بالموتور مع الدراري شويه حماق في هادشي الماتر. المهم شوفوا شنو غايديروا الماتر، خليكم معايا.
دابا هما يلا صون عليا قال لي هبط انا كنتسناو انا خارج دابا نهبط ونسير قلت انا درت لكم شي فيديو ديال شي مقاطع اللي صور لي الدراري حيت ما يمكنليش نصورها من راسي. صور الدري بهم كنا غاديين انا والدري اللي كان موراي راكب وحنا نتلاقاو واحد جوج دراري بواحد جوج مواتر واحد اخرين قالوا لنا سيروا حطوا الموتور ديالكم ويلا معانا. انا كنت مع داك الدراري مولا الكاوة اللي راني مصور بها ديجا حاطها ركبت معاه والاخر ركب مع واحد الدريلي بتي ماكس. مشينا كان حماقة شوية في الشارع ما كاين ما يدار القنطاقنطنا وهادشي ديال شادين علينا في الديور لان خايف من كورونا. المهم الوقاية خير من العلاج. المهم انايا مازال ما تصوب ليش الموتور مازال حاطه عند سيكليس كده يتصور فزدت لي فيه واحد لعيبه دراب يترد الماء هو كيدي لا ماش وكل شيء ولكن كيسخن بحال هكا لها بقيت مكسيري عليه مكسيري بزايد كيسخن. انا عندي كي تي ام 690 اس ام 2007 في النوار. دابا نخلي لكم التصويره ديالها هنايا ولا نخليها لكم نخلي لكم شي فيديو ديالها في فلوق واحد اخر نبان بيها. يلا هنا كنقول لكم الباي باي وكنسالي هذا الفيديو. المهم يسمحوا لنا على الفيديو يسمح حتى كانوا مخدين من تليفون واحد اخر مخدين بالواقفيه ما يجيوش باينين مزيانين ولكن يسمحوا لنا ان شاء الله في المره الجايه ان شاء الله. يلا تشاو ما تنساوش ديروا جيم وابوني كومونتير زوين.